جينا بقى لاخر لعبه معانا النهارده، واخر لعبه معانا على الترابيزه، وهي لعبه الاكواب. طبعا زي ما انتم شايفين الكوبايات دي كده، المفروض ان احنا نخلي الكوبايه الزرقاء دي تبقى فوق. ازاي؟ واحده واحده هتجيبها كده. لو اي واحده فيكم خدت اكتر من كوبايه هنعيد من الاول خالص. يعني هنشوف هتعيد من الاول. هنشوف مين اللي هتوصل الاول وتخلي الكوبايه الزرقاء هي اللي فوق، وكل واحده تمسك كده اكوابها ونقول ريدي ستادي. لسه ريدي ستادي جو. يلا يا ترى مين لي ولا الله لا الكوبايه بتقع. كوبايه اللي هتطلع معاها اكتر من كوبايه هتعيد من الاول. ايوه ماشي يا ترى مركزه. نيلي برضو مركزه. مين هتوصل الاول؟ مين يا رب؟ حاضر ايه؟ تخميش. ارجعي رجعيها بالظبط. برافو. انا مش عارفه مين اللي هيكسب حقيقي. بس نيلي ثبات انفعالي مش طبيعي، ولارا تحاول تتذاكى. ماشي. عارفه مش ممكن يا نيلي الثبات الانفعالي. احنا تقريبا نفس الكوبايات، نفس عدد الكوبايات. كوبايتين. خلي بالك، لا خلي واحده وقعت. لارا خلصت الاول عشان الكوبايه وقعت عند نيلي واتوترت. بس برافو، البنتين طبعا كانوا ماشيين في نفس الوقت بالظبط. كده يبقى خلصنا الجزء الاول من رحلتنا النهارده. استنونا في الجزء الثاني بكره في نفس الميعاد من رحله سعيده.